راح نبلش هلا السيشن. اجين للي ما كانوا موجودين قبل 5 دقائق، معكم ربا الشريف. اليوم السيشن عن ال IBSPS migration، بس قبل ما نبدأ بالسيشن بدنا نعمل شوية housekeeping. بالسيشن هاي بسبب عشان العدد تبعنا كبير فما رح تقدروا انتوا تحكوا أو تعملوا شات. السيشن محطوطة على listen only mode. هلا إذا في questions خلال السيشن بليز اكتبوها على جنب، لأنه بتقدروا تبعتوها للكاستمر سيرفيس عن طريق البورتال. بليز احكوا للكاستمر سيرفيس أو اكتبوا من خلال الكويري اللي بتعملوه إنه الكويري تبعكم خاص بالويبينار اللي انعمل بخصوص الاي بي اس بي اس، عشان يعرفوا إنه الأسئلة بخصوص الويبينار ويقدروا يجاوبوكم بسرعة. هلا عشان تشوف البرزنتيشن بوضوح أكتر بتقدر تكبر السكرين عندك. الفول سكرين مود في بالزاوية أو بالأعلى الشاشة راح تشوف أيكون صغير زي بيفتح الشاشة، فإذا بتحب تشوف البرزنتيشن أكبر على الشاشة تبعتك تقدر تكبس على هذا الأيكون وراح يحطك على فول سكرين مود. بأي وقت بدك تطلع من الفول سكرين مود بتقدر تكبس على اسكيب باتن بالكيبورد تبعتك. رح أبلش أعمل ريكوردينج للبرزنتيشن عشان نبعته للماركت في حالة أي شخص ما حضر البرزنتيشن أو أي شخص بده يسمع البرزنتيشن مرة تانية يكون الريكوردينج موجود. IBSPS، عشان نشرح شو هو ال IBSPS لازم بالأول نفرق بين IBSPS و BSP Link. BSP Link هو الانترفيس اللي بتفوت عليه الشاشه اللي انت بتفوت عليها او السيستم بتفوت عليه عشان تشوف المعلومات. كلكم عندكم اكونتس على البي اس بي لينك، يوزر نيم، باسورد. واحده من الاشياء اللي بتشوفها على البي اس بي لينك هي البي اس بي لينك انبوكس اللي بيجيك فيه الريبورتات تبعون البلينك تبعك، وبتقدر كمان تفوت تعمل كويري على السيلز تبعونك كل فتره. الداتا اللي على البي اس بي لينك تيجي من سيستم وراه اسمه Data Processing System. الداتا بروسيسنج سيستم كان قبل عنا سيستم اسمه مايسترو، ماخدينه من شركة تانية، واليوم عنا سيستم اسمه IBSPS اللي هو السيستم الجديد اللي احنا عملنا له implementation بالماركتس تبعكم. IBSPS basically هو سيستم بيعمل بروسيسنج للداتا اللي بتيجي من الجي دي اسز بيست على التكنولوجي الجديده، بيست على الامبروفمنتس الجديده اللي عملوهم خلال ال 15 سنه الماضيين بالاندستري. السيستم القديم كان نوعا ما قديم او ديتد، فبيشتغل على داتا او بسيستم او بيشتغل بتكنولوجي شوي قديمه لها تقريبا 15 سنه وعم بيعملوا بس ابديت عليها. هذا سيستم تماما جديد، اسرع وفيه سكيورتي اكثر، وبيشتغل على الستاندردز الجديده تبعت الاندستري. التغيير اللي راح تشوفوه انتم من ناحيتكم بسبب الاي بي اس بي اس هو له علاقه بالاوتبوتس او الريبورتس اللي عم تستلموها على البي اس بي لينك. فما في تغيير راح يصير عندك بالبي اس بي لينك، راح تفوت عادي بالاكونت تبعك عادي، راح تفوت على الانبوكس تبعك عادي. التغيير راح يصير بالريبورتات اللي راح تنزلها، بالاضافه لبعض الفانكشناليتيز بالبي اس بي لينك راح نشرح عنها بعد شوي باخر البرزنتيشن. التغيير الاهم هو بخصوص الريبورتات، فراح نبلش بموضوع الريبورتات. اول شيء بدنا ننوه عنه انه التغيير اللي صار على الريبورتات مش تغيير صار لانه اياتا جا على بالها تغير الريبورتات. هو كان في اندستري جروب من ريبريزنتيفز عن الاندستري قعدوا وقرروا انه شو بدهم يعملوا بالريبورتات الجديده. الهدف كان من التغيير هو تقليل عدد الريبورتات، بحيث انه بدل ما تطلع انت على 5 ريبورتس مثلا تطلع على 2 أو على 3 يكون فيهم معلومات مجمعه. ثاني شيء تكون الريبورتات الجديده مناسبه للتغييرات اللي صارت على الاندستري. على سبيل المثال بطلنا نستخدم هلا بيبر تيكت او التذكره الورقيه، عم نستخدم التذكره الالكترونيه، فبالتالي ما في داعي انه يكون عندنا الفانكشناليتيز اللي لها علاقه بالتذكره الورقيه اللي بطلنا نستخدمها كلياتنا. التقارير الجديده مميزاتها او الاشياء الجديده اللي فيها انه عم نستخدم naming conventions standard مش متغيره. الريبورتات القديمه كان بنفس البلد احيانا راح يكون ريبورت فيه عمود له اسم معين، ونفس العمود بريبورت ثاني او نفس المعلومه بريبورت ثاني لها معنى اخر. مثلا نت تو بي بيد بعمود في ريبورت معين، وبقول لك توتال ريميتنس في بريبورت ثاني، رغم انهم الاثنين هدول نفس المعلومه نفس الكونتنت. فاحنا حاولنا نستعمل نفس الاسماء بكل الريبورتات، سواء على صعيد التي نفسها او على صعيد كل البلاد، لانه الريبورتات هدول بيسموهم مش بس بمصر، بكل البلاد بالعالم. فاحنا حاولنا يكون التسميه واحده بكل الريبورتات على كل البلاد او كل البي اس بيز. الريبورتس المفروض صاروا اوضح، فيهم مجال انه البي اس بي يحط نوتس او كومنتس للايجنتس بحيث انه يشرح لهم شوي زياده عن الريبورتات. الاستراكشر توضح بحيث صار تقدر تشوف معلومات زياده بالريبورت. استخدمنا الريبورت عموديا وافقيا مش بس افقيا زي الريبورتات القديمه. تاكس بريك داون اللي هو موجود عندكم بايجيبت صار اوبشن تقدر انك تحط، او كبي اس بي نقدر ان نحط التاكس بريك داون بالريم نشيله. هلا بايجيبت عندكم مطلوب انه ينحط التاكس بريك داون. التاكس بريك داون اللي هو بالبيلينج ديتيل تبعك، تحت كل تذكره في تفاصيل كل التاكسز مفصله تاكس باي تاكس. يعني التاكس اللي اسمها اي جي فرضا، والتاكس اللي اسمها الاكس، تحت كل تذكره راح يقول لك قديش شو هي التاكس وقديش الامام تبعتها. في كمان statistical outputs او التقارير الاحصائيه اللي هلا صارت كلياتها على اساس الشهر calendar month، مش على اساس البيريد. النيمينج كونفنشن تبع تسميه الريبورتات كمان تغيرت. الريبورتات القديمه كانت اسمائها عباره عن ارقام ما إلها تفسير واضح بالنسبه للايجنت. مثلا كان في عندكم ريبورت اسمه R 3200. الريبورتات هلا تسميتها تغيرت، فانت كايجنت رح تلاقي ريبورت اسمه مكون من 3 أجزاء. اول جزء هو الكود تبع نوع الريبورت، مثلا في الاكزامبل اللي عندنا اياه هون في اف سي معناها فاينانشال كنترول، وهلا رح نروح على انواع الريبورتات الموجوده عندنا ونشرحهم واحد واحد. بعدين في حرفين للريسيبينتس. كايجنت انت ممكن يوصلك ايجنت ريبورت اي جي او جروب ريبورت اذا انت طلبت جروب ريبورت. اذا كان في ايجنتس مرات بكون عنده كثير برانشز، بطلب يجي ريبورت واحد لكل الفاينانشال انتيتي تبعته، فبالتالي بوصلوا اف سي جي ار اللي هو جروب ريبورت. اخر بارت من اسم الريبورت هو عباره عن اسم مختصر لشو المحتوى تبع الريبورت. من الريبورتات رح تكون كثير تمروا عليكم، مثلا بيلينج سامري اللي احنا مختصرينه على شكل بيل سام، او بيلينج ديتيل اللي احنا مختصرينه على شكل بيل ديت. الاستراكشر تبع الريبورت كمان زي ما حكينا صار اوضح شوي. ما رح اروح كثير بهذا السلايد لانه رح نشرح اكثر، بس نشوف سامبل من الريبورت. بس الفكره انه الريبورت جروبت بطريقه انه في ريبورت هيدر، في ريبورت في بيج هيدر، في ريبورت هيدر، في سمري لكل ريبورت باول صفحه. السمري هي المجموع الريبورت، كل الفاليوز تبع الريبورت او كل القيم اللي موجوده بالريبورت محطوطه باول صفحه. الريبورتات القديمه كان محطوط باخر صفحه، فلازم انت كايجنت تنزل لتحت كثير لاخر الريبورت عشان تقدر تشوف المجموع. الريبورتات الجديده محطوطين بالاول لتسهيل كيف الايجنت ممكن يطلع ريبورت. بعدين العمله، بعديها الكاتيجوري. هلا الريبورت ممكن يكون في اكثر من كاتيجوري. انتم بايجيبت عندكم مثلا الانشورنس والبي اس بي سيلز. الانشورنس هي عباره عن كاتيجوري، اذا كنت انت ايجنت مشترك بالتامين فالتامين بنزل لك فاتوره مع فاتوره البي اس بي، فرح تكون هاي بكاتيجوري مفصوله عشان تعرف انت شو المبيعات تبعونك وشو الفواتير اللي خاصه بالتامين. هلا ريبورتات رح توصلك انت على البي اس بي لينك انبوكس، بس رح توصل بشكل باكج. الباكج باسلوب مبسط هو عباره عن زب فولدر. زب فولدر بتفتحه بتلاقي فيه مجموعه ريبورتات. الفكره انه احنا حطينا الريبورتات اللي لها علاقه ببعض او التقارير اللي لهم علاقه ببعض والايجنت المفروض يشوفهم مع بعض بباكج واحده او فولدر واحد، عشان لما تيجي تنزلهم من البي اس بي لينك تنزلهم مره واحده يكونوا محطوطين كلياتهم بنفس الفولدر. هلا في انواع للباكجز، في ديفولت باكج اللي هي الباكج او مجموعه الريبورتات اللي بتوصل لكل الماركت. كونك ايجنت في ماركت ايجيبت في مجموعه ريبورتات او مجموعه تقارير لازم توصلك ومحطوطين بنوع باكج اسمه ديفولت. ما راح تشوف انت بالبي اس بي لينك انه هاي الباكج ديفولت او اوبشنال، انه بوصل لك باكج، بس لازم تكون عارف لانه الديفولت بوصل لكل الماركت، الاوبشنال ما بيوصل لكل الماركت ولازم تطلبه انت. احيانا بكون تشارجبل عليه مصاري لازم تدفع حق الريبورتات، واحيانا بكون فري. زي في عندنا انواع ثانيه من الباكجز ممكن تكون اوبشنال اند فري، ممكن في انواع ثانيه من الباكجز رح تكون مثلا الانشورنس باكج. انشورنس باكج اذا انت مشترك بالانشورنس رح توصلك الاوبشنال باكج تبع الانشورنس، بس مش رح نشرجك عليها لانه هذا بارت من الانشورنس، بارت من الاشتراك بالتامين انه يوصلك ريبورت للتامين، ما رح نشرجك عليه. بينما اذا بتطلب مثلا ترانزاكشن ريبورت او هوت فايل فهدول لازم تشارجبل، في البرايس ليست محطوطه على الويب سايت تبعنا بتقدر تشوفهم. بس الفرق انه مجموعه بتوصل لكل الايجنتس ومجموعه لازم انت تطلبها، تحكي انه بدي هذا الريبورت. الطلب بصير عن طريق الكاستمر سيرفيس. اذا في ريبورت بدك اياه يوصلك بس هو من مجموعه الاوبشنال ريبورتس او الريبورتات اللي مش مانداتوري للماركت، لازم تبعث للكاستمر سيرفيس، والكاستمر سيرفيس بنسق مع الدي بي سي عشان يبعثوا لك الريبورت. انواع الريبورتات الموجودين عندنا مبدئيا انت رح تشوف 5 كلاسز كايجنت. اهم كلاس فيهم هو الفاينانشال كنترول. فاينانشال كنترول هم الريبورتات اللي فيهم بيلينج تبعك، فيهم الفوتره تبعونك والريبورتات الخاصه بالتاكس، بالاضافه للهوت فايلز اذا كنت عم تستلمهم. في عندنا ريفرنس انفورميشن ريبورتس، مش رح تشوف كثير منهم كايجنت انت، هدول الريبورتات اللي بيستخدمهم السيستم عشان يحكي مع السيستمز الثانيه. داتا كواليتي ريبورت، داتا كواليتي ريبورتس هم الريبورتات اللي بيجي فيهم نوع من انواع الفاليديشن، بقول لك كان صدر التذكره مثلا فيها مشكله معينه، فهذا الريبورت رح اقول لك عن المشاكل تبعت البروسيسنج تبعك. في عندنا البيمنت كارد ريبورت، اذا الايجنت تبعتك بتبيع باستخدام بيمنت كاردز او كريدت كاردز بوصلك ريبورت فيه الديتيلز تبعون او تفاصيل مبيعاتك اللي لهم علاقه بالكريدت كارد. اذا انت ما بتبيع بالكريدت كارد رح يوصلك ريبورت فاضي لانه انت ما عندك مبيعات كريدت كارد. المانجمنت انفورميشن ريبورتس اللي هم او التقارير الاحصائيه او اللي بتيجي على شكل تكست فايلز، لانه التقارير الفاينانشال كنترول او التقارير الماليه كلها تقارير على هيئة PDF، بعض agents بيهمهم توصلهم المعلومات بطريقة انهم يقدروا يعملوا لها processing، وبالتالي في تقارير عندنا اسمهم management information report، transactional reports، رح نشرح عنهم باخر البرزنتيشن كمان بتفصيل اكثر. وهدول الريبورتس لازم كايجنت انت تطلبهم. هلا هدول الريبورتس والريبليس الاكسل فايلز اللي كانوا يوصلوك قبل. بالسلايز اللي جاي رح نشرح عنهم اكثر. اهم كلاس للريبورتات هو التقارير الماليه، الفاينانشال كنترول ريبورتس، اللي هم بيحتووا على الهوت فايلز، على الديلي ترايل بيلينجز اللي هلا عم يوصلوك انتم بايجيبت، البيلينج سمري والبيلينج ديتيلز، الريميتنس اند سيتلمنت ريبورت، التاكس سمري اند ديتيلز، والتاكس اون كوميشن ريبورتس. وانتم كل هدول الريبورتس بمصر بتستخدموهم، يمكن انتم بمصر اكثر ناس تستخدموا ريبورتات لانه عندكم فانكشناليتيز كثيره بالماركت تبعكم. رح نشرح بالسيشن بتاعتنا عن الريبورتات اللي كثير مهمه اللي الايجنت لازم يتطلع عليها كل فتره. اوكي، اول ريبورت هو البيلينج ديتيل ريبورت. هذا من اهم الريبورتات اللي بتوصلك انت كايجنت. اسم الريبورت FCAG بيلدت، وبوصل جوا الباكج اللي اسمها Agent billing. فهذا الريبورت بالاضافه لمجموعتين ثانيين اللي هم علاقه كلهم ببعض، لهم علاقه بالفواتير تبعونك تبعون الفتره، كلهم بوصلوا بنفس الشيء اللي اسمها Agent billing، تقدر تنزلها من BSP Link. اذا كلكم بتروحوا على BSP Link هلا رح تلاقوا البيلينج تبع الفتره الاولى والبيلينج تبع الفتره الثانيه رح ينزل اليوم. شكل الريبورت هيك، في البيج هيدر وفي الريبورت هيدر. البيج هيدر فيه اسم الريبورت او كود الريبورت واسم الايجنت ورقمه. بعدين في الريبورت هيدر اللي بيحتوي على البيلينج بيريد، اي فتره بيختص فيها هذا الريبورت، معلومات الايجنسي رح تكون موجوده هون، احنا مغطينها لانه هذا ريبورت حقيقي لايجنت حقيقي، فاحنا مغطين المعلومات الحساسه بالريبورت. الريفرنس اللي هو زي رقم زي رقم فاتوره، عباره عن البيريد زائد رقم الايجنسي، فاثنين مع بعض بشكله ريفرنس مش مكرر، فكل ايجنت رح يكون عندها ريفرنس خاص فيها، وكل فاتوره او كل تقرير بيوصل رح يكون ريفرنس له خاص، رح يتغير الريفرنس تبعه لانه الفتره رح تكون تغيرت. في النوت سكشن، النوت سكشن بيحتوي على شروحات على شو الاعمده اللي بالريبورت هذا بتحتوي، شو المعلومات بتحتويها الاعمده اللي بالريبورت. هلا كل الريبورتات اللي بنشرح عنها كمان موجودين على الويب سايت تبعنا، تبع التريننج ويب سايت ترافل كامبس، بتقدر كمان تفوت وتحضر فيديو صغير مدة دقيقة أو دقيقتين يحكي لك شو محتويات الريبورت وكيف بتقدر تستخدمه. لكن اليوم احنا رح نحكي عن الريبورتات اللي كتير مهمة على أساس كل الماركت يكون عنده وعي فيها. أول صفحة رح يكون فيها السمري أو الملخص تبع الريبورت، والسمري تبع الريبورت اللي له علاقة بالبيلينج ديتيل بيحتوي على ترانزاكشن اماونت، كميه او قيمه الترانزاكشنز اللي انت عملتها خلال هاي الفتره، الفير، التاكس اللي مقسم لتاكس وفيز اند تشارجز وبنالتيز. التاكسز اللي هم حسب التاكس كود، يعني تاكس كود مثلا يجي بكون بالسيستم عندنا نازل تحت كاتيجوري تاكس، فبينزل تحت الكولم تحت العمود اللي اسمه تاكس. fees and charges ممكن يكون التاكس كود نفسه مصنف على شكل charge، على شكل مش ضريبة، بده يكون charge أو بالعربي مش عارفة شو اسمها الصراحة. فإذا التاكس كود مصنف تحت charge رح تنزل القيمة تحت العمود تبع charges، وإذا التاكس كود مصنف تحت بنالتي أو غرامة رح تنزل تحت بنالتيز. البنالتيز مثلا كانسليشن بنالتيز، بتعمل كانسليشن أو إلغاء التذكرة أحيانا بكون عليها غرامة، والغرامة بتنزل تحت شارج كود مثلا سي بي، وبينزلوا تحت عمود البنالتيز. كوميشنبل اماونت، الكوميشنبل اماونت هي عبارة عن القيمة اللي بتاخد عليها انت كوميشن، او بتنحسب عليها الكوميشن، او الكوميشن ايمان اذا بتعديني بالعربي معناها اوكي مش عارفه ايمان عم تقدر العموله سوري العموله تبعتك بتنحسب، ف القيمه اللي بتنحسب عليها العموله بتكون محطوطه الكوميشنبل اماونت او قابل اماونت. ستاندرد كوميشن اماونت اللي هي العموله الاساسيه اللي بتنحسب لك، احيانا الايرلاين بتكون معطيه مثلا 5% عموله اساسيه او 3% عموله اساسيه، فبتنحسب مجموع العملات الاساسيه اللي اجتك خلال الفتره هون. سبلمنتري كوميشن اماونت هي عباره عن العموله الاضافيه لما تكون الايرلاين معطيتك ديل معين او تور كود معين، وتقول لك انه هدول التذاكر او هذا الروت مثلا عليه عموله اضافيه معينه، وانت بتضيف التور كود لما تبيع هدول التذاكر، فالعموله الاضافيه بتنزل هون. تاكس اون كوميشن عندكم انتم بيوصل 5% ضريبه على العموله، فضريبه العموله بتنزل باخر عمود هنا، واخر العمود الاخير اللي هو البالانس بيابل او القيمه اللي لازم تدفعها. ضريبه المنبع بتقول لي ايمان اسمها اللي هي تاكس اون كوميشن او الضريبه على العموله. كمان فيك تقاطعيني باي وقت اذا، لانه الترمينولوجي بالماركت عندكم اذا حابه توضحي قبل الماركت شو الترمينولوجي بيستخدموها بتقدري تدخلي على الخط باي وقت. اوكي الريبورت هذا هو عباره عن ريبورت خلينا نحكي غني بالمعلومات، فيه معلومات كثير. شكل التفاصيل تبعت الريبورت او صفحه التفاصيل تبعت الريبورت تكون زي هيك. الصفحه الثانيه شكلها هيك، فيها البيج هيدر، فيها الكاتيجوري، عم نحكي عن BSP سيلز هلا. السكوب معناته انه انترناشونال او دومستيك، بمصر عندكم السكوب دائما كومبايند، يعني ما بنفصل احنا انترناشونال او دومستيك، بس هلا بقول لكم كيف على مستوى التذكره تقدر تعرف انها انترناشونال او دومستيك، اللي هي محليه او دوليه التذكره. عشان نقدر نشوف الريبورت، لانه احنا الشاشه شوي عندنا صغيره والريبورت فيه معلومات كثيره، احنا قسمنا الريبورت نفس الصفحه لعده اقسام عشان نقدر نشوف الاعمده بطريقه اوضح. فهذا اول بارت من الريبورت اللي فيه رقم الايرلاين او رقم شركه الطيران، الترانزاكشن كود اللي بقول لك انه الترانزاكشن هذا عباره عن تيكت او ريفند او ADM أو ACM اللي هو إشعار إضافة أو إشعار خصم. document number اللي هو رقم الدوكيمنت، رقم رقم التذكرة أو رقم إشعار الخصم مثلا. issue date تاريخ الإصدار. CPUI اللي هو عبارة عن الاستعمال تبع التذكرة، مثلا هون بقول لك فلون void. نت ريميت كود، إذا أنت عم تصدر تذكرة عليها عمولة إضافية فأنت بتكون استخدمت شيء اسمه نت ريميتنس عشان يحسب السيستم العمولة الإضافية. والعمولة بتنحسب بطريقة معينة، بالماركت عندكم مثلا نت ريميت 2E، فراح يقول لك إنه كيف انحسبت العمولة الإضافية على التذكرة اللي أنت تصدرتها. الستات international أو domestic. البارت الثاني اللي هو فورم اوف بيمنت، وكثير مهم كمان شوي رح اشرح بتفاصيل اكثر نعرف شو هو طريقه الدفع على التذكره، يعني اندفعت كاش او كريدت كارد او احيانا مجتمعين، يعني التذكره اندفعت بجزء منها كاش وجزء منها كريدت كارد. ترانزاكشن اماونت قديش من التذكره اندفع كاش وقديش من التذكره اندفع بالكريدت كارد. الفير اماونت اللي هي القيمه الكليه للتذكره او قديش الايرلاين مسعر التذكره. التاكسز فيز اند تشارجز اللي حكينا عنهم قبل نفسهم بالسمري، نفسهم هون على مستوى التذكره او على مستوى الترانزاكشن. التاكس بريك داون اللي حكينا عنه اللي هو زي ما انتم شايفين هون، مثلا تحت التاكس في عندنا اتش كي مثلا بقيمه 120، دبليو بقيمه 75، في عندنا تشارجز اسم الضريبه واي كيو قيمتها 84 لهي التذكره. الكوميشبل اماونت البينالتيز بالعاده بيكونوا موجودين لما نعمل ريفند. الكوميشبل اماونت كمان اللي هي القيمه اللي بتنحسب عليها العموله. بعديها بيجي العموله الاساسيه وبقول لك بالتفصيل قديش الريت او قديش النسبه تبعت العموله الاساسيه تبعتك. بالعاده انكم حسب الايرلاين قديش بتكون حاطه نسبه للعموله تبعتها، بتنحط النسبه عندك هون. بعض الايرلاينز بحطوا نسب معينه، بعض الايرلاينز بيعطوا عموله بالمره على الانفويسنج هون. وقديش الاماونت قديش القيمه تبعت العموله الاساسيه. العموله الاضافيه نفس الشيء، قديش النسبه تبعت العموله الاضافيه وكم القيمه تبعت العموله الاضافيه. الربع على العموله أو اللي هي ضريبة المنبع زي ما حكت إيمان بتكون محطوطة هون إذا كان في ضريبة على العمولة. هلا بالعادة أنتم بكون عندكم 5% بمصر. والبالانس بايبل اللي هو قديش أنت القيمة اللي بدك تدفعها على شركة الطيران لهاي التذكرة. عشان لما يكون عندك تذكرة اندفعت بكريدت كارد زائد كاش تقرأ التذكرة بالشكل التالي. هلا العمود اللي اسمه فورم اوف بيمنت اف او بي راح تلاقي تحته للتذكرة اللي عندها تنتين فورم اوف بيمنت، اللي عندها كاش وكريدت كارد، راح تلاقي سطر فيه القيمة تبعت الكاش وسطر فيه القيمة تبعت الكريدت كارد وسطر ثالث اللي فيه النجمتين الصغار هدول او التو استريكس هدول فيه المجموع. هلا اللي احنا بنقدر نفصله ككريدت كارد وكاش هو الترانزاكشن اماونت، اما باقي الفير او التاكس او الى اخره من قيمه التذكره او قيمه الترانزاكشن بنقدر بس نحطه تحت التوتال. فراح تلاقي كل شيء محطوط تحت التوتال باستثناء الترانزاكشن اماونت، لانه انت كايجنت الترانزاكشن اماونت هو اللي انت حطيته او قيمه التذكره الدفعه تبع التذكره هو اللي انت دفعت جزء منه بالكريدت كارد وجزء منه بالكاش، لكن الباقي بيكون كلياته مجموع. الانديكيتورز الثانيين بنستخدمهم زي ما حكينا النت ريميت، الطريقه اللي انحسب فيها النت ريميت، اذا في عندك عموله اضافيه فشو الطريقه اللي انحسبت فيها العموله الاضافيه بالتذكره تبعتك. والستات، الستات عندكم بمصر انتو او انترناشونال دولي او دومستيك محلي. اجين زي ما حكينا الريبورت نفسه ما بيفصلهم تحت خانات مختلفه، كله راح يكون نازل تحت بعضه، لكن على مستوى التذكره نفسها او على مستوى الترانزاكشن نفسه بتقدر تشوف اذا الترانزاكشن هذا هو دولي او محلي عن طريق العمود اللي اسمه ستات. بعض التذاكر بكون في لها مثلا اكثر من سكشن او بكون في له ريليتد دوكيمنت خاص بالتذكره. مثلا هنا خلينا نحكي انه هاي التذكره صدرت على كوبونين، ف التذكره اللي صدرتها انت بتكون موجوده هنا والريليتد دوكيمنت نمبر بكون بالسطر اللي تحتيها. مثلا هنا في هاي التذكره اكسشينج تبديل، والتذكره الاولانيه اللي انعمل عليها اكسشينج بتكون محطوطه تحت التذكره الجديده اللي انت طلعتها. نفس الموضوع بالريفندز او الارتجاعات. هلا الريفند لما تعمل ريفند التذكره الاساسيه اللي انعمل عليها الترجيع بتكون تحت الريفند، فبكون اسمها بلس اشاره بلس صغيره و RTDN اللي هي ريليتد دوكيمنت نمبر. اذا مستغربين الترمينولوجي اللي عم نستخدمها والاسماء اللي بنستخدمها، احنا بنحاول نستخدم التسميات الرسميه اللي موجودة بالداتا انترتشينج مانيوال، لأنه هو هذا المرجع الرسمي اللي بيستخدموه الجي دي اس عشان يرجعوا للداتا او تو ريفرنس الداتا. فعشان هيك التسميات شويه تكنيكال، لانه احنا بدنا الاسم يضله ثابت، ما بدنا يتغير كل ما حدا يترجم من لغه للغه او يترجم من بلد لبلد. فعم نستخدم الريفرنس اللي هو الداتا انترتشينج مانيوال عشان ناخذ منه اسماء الاعمده واسماء الفيلدز اللي بالريبورت. اوكي، نفس الشيء هذا الريفند، اذا كان الريفند له علاقه باكثر من تيكت او اذا كنا عم نحكي مثلا عن اشعار خصم او اشعار اضافه وفي ريليتد دوكيمنت لهم، نفس الشيء اشعار الخصم هنا مثلا وكل الدوكيمنتس اللي لهم علاقه باشعار الخصم المذكور بيكونوا محطوطين تحتهم، ونفس الشيء اذا كان في اشعار اضافه، لانه الايرلاين لما تفوت على البي اس بي لينك وتعمل اشعار خصم او اشعار اضافه بتقدر في عندها فيلد بتقدر تحط اياه التذاكر او الدوكيمنتس اللي لها علاقه باشعار الخصم او اشعار الاضافه، وبالتالي بظهر عندكم على الريبورت. هنا عم بشرح بالتفصيل عن هذا الريبورت لانه هذا تقريبا اهم ريبورت لازم تطلعوا عليه. في ريبورت ثاني بوصل بنفس الباكج نفس الزب فولدر مع هذا الريبورت اسمه بيلينج سمري، نفس الاماونتس او نفس القيم اللي موجوده بالبيلينج ديتيل موجوده بالبيلينج سمري، بس مرتبه بير ايرلاين، مجموعه بير ايرلاين. فنفس الشيء الريبورت فيه بيج هيدر، فيه كود الريبورت اسمه واسم الايجنت وكوده، فيه الريبورت هيدر فيها معلومات ايجنت ومعلومات اياتا وشويه شروحات عن الريبورت، وفيه مختصر سمري. السمري برضه بقول لك انه قديش في ايشوز كاش وكريدت، قديش في او اصدارات كاش وكريدت، قديش في ريفاندز اللي هم ارتجاعات كاش وكريدت، برضه الاشعارات خصم واضافه كريدت اند ديبت، وافكتيف كوميشن اللي هو العمولة الكلية اللي هي عبارة عن مجموع العمولة الأساسية والعمولة الإضافية مجموعين مع بعض، والتاكس اون كوميشن اللي هي الضريبة على الكوميشن أو ضريبة العبور. التفاصيل تبعت هذا الريبورت محطوطة بالصفحات اللي وراها، عبارة عن كل ايرلاين كود واسم ايرلاين، كل رقم ايرلاين واسمه، فيه التفاصيل تبعت المبيعات تبعت هاي الايرلاين كمجموع، لانه الديتيلز تذكره وخصم واضافه برقم الدوكيمنت محطوطين بالريبورت اللي شفناه بالاول اللي هو البيلينج ديتيل. الريبورت هذا عباره عن سمري او مجموع بالايرلاين، ايرلاين بايرلاين، فبتقدر تشوف لكل ايرلاين الاصدارات، الارجاعات، الاشعارات، الضريبه وقديش لازم تدفع لكل ايرلاين. اوكي، في شغله مهمه بالكالندر تبعت مصر بدنا نشرح عنها. هلا بالسيستم القديم كان في عندكم، ولاحظتوا هذا التغيير على البي اس بي لينك، الشهر كان مقسم لاربع اجزاء، وبوصلك انت بيلينج مرتين بالشهر، لكن انت بتقدر تفوت على البي اس بي لينك وتشوف البيلينج او تشوف السيلز تبعونك مبيعاتك كل اسبوع. الاي بي اس بي اس ما فيه فكره انك تقدر تعمل شيء اسمه ريبورتنج بيريد، تقدر تعمل ريبورتنج قبل ما تنتهي البيلينج بيريد. السبب لهذا الشيء انه السيستم القديم كان يشتغل على موديل قديم شوي. زمان لما كان عندنا بيبر تيكتس كانوا الايجنتس يضطروا يعملوا ريبورتنج او يبعثوا تذاكرهم عشان تنحسب على فترات قليله، حتى لو بده يدفع هو مرتين بالشهر مثلا لازم يبعث التذاكر تبعته مره كل اسبوع عشان يلحق السيستم او الدي بي سي يعمل كالكوليشن او يحسب الفواتير تبعت الايجنت، لانه زمان كنا نستخدم بيبر تيكت وعمليه الحسابات كانت تاخذ وقت كثير اكبر. هلا باعتبار انه صرنا نستخدم اي تيكت بطل في الموديل تبع انه ناخذ كثير وقت بالحسابات والايجنت يضطر يعمل ريبورتنج للمبيعات تبعته بفريكونسي اقل، بطل موجود كموديل. السيستم الجديد لانه ماشي على الموديل الجديد ما بنقدر احنا نعمل ريبورتنج اذا ما في بيلينج. البيلينج عندكم بمصر انتوا بتدفعوا مرتين بالشهر، فبالتالي انت بتقدر تشوف الريبورتس تبعونك مرتين بالشهر مش 4 مرات بالشهر زي السيستم القديم. الاشي هذا انتوا صرتوا تشوفوه على البي اس بي لينك لانه بطلت تقدر تعمل كويري للمبيعات تبعونك كل اسبوع، لازم تستنى لنهايه فتره من 1 ل 15 تعمل كويري يوم 16 او 17 عشان تقدر تشوف مبيعات الفتره، نفس الشيء مع الفتره من 16 ل 30 او 31 لازم تستنى لواحد او 2 الشهر عشان تقدر تعمل كويري وتشوف المبيعات تبعت الفتره. فهذا التغيير كتير مهم انه كايجنتس تكونوا شايفينه لانه بسرع على كيف انتوا بتقدروا تشوفوا الداتا على البي اس بي لينك. هلا كماركت انتوا طلبتوا انكم تشوفوا الداتا او تشوفوا مبيعاتكم بشكل اكبر لانه مرتين بالاسبوع ما كان كفايه. كحل لهذا الموضوع صرنا نبعث بمصر شيء اسمه ترايل بيلينج، بتقدر تشوفوا بالبي اس بي لينك انبوكس تبعك. الترايل بيلينج هو ديلي ريبورت اكيوميليتيف بقول لك قديش انت عم بتبيع من اول الفتره لحد تاريخ اليوم، اذا انت مثلا في يوم 2 فبتشوف مبيعات تبعت 1 و2 الشهر، اذا انت في يوم 7 فانت بتشوف مبيعات من 1 ل7 الشهر. فهذا المفروض انه بيقدر يغنيكم عن الكويري اللي كنتوا تعملوه بالبي اس بي لينك، بتقدر تفوت انت تنزل ريبورت يوم 8 الشهر مثلا بكون فيه المبيعات تبعت الاسبوع الاول من الشهر. الريبورتات الثانية تبعت الريفرنس انفورميشن ما راح اشرح عنها كثير كأنه كايجنت انت مش كثير بتشوفها، بس راح نطلع على الداتا كواليتي ريبورتس. هلا الداتا كواليتي ريبورتس ما كنتوا عمركم تستلموا انتم ريبورت فيه هاي المعلومات، بس السيستم القديم ما كان موجود هذا الريبورت هاي ريبورت للايجنت. الداتا كواليتي ريبورت هو عبارة عن ريبورت بيعطيك الانذارات او الاخطاء اللي اجت على الاصدارات اللي انت عملتها خلال الفترة. هلا كل تذكرة او كل اصدار انت بتعمله، كل ترانزاكشن انت بتعمله على السيستم بمر على شيء اسمه سيستم فاليديشن، والسيستم او بيعمل ريجكت لهذا الاصدار بيرفضه لانه بكون فيه خطأ معين بخلي السيستم ما يقدر يقبله، مثلا استخدمت كريدت كارد غلط او كان في مشكلة بالإدخال اللي أنت دخلته على السيستم وما قدر السيستم يحسبه للتذكرة المذكورة، فبالتالي السيستم رح يعملها ريجكت. السيستم ممكن يعمل موديفاي، يغير إشي صغير بالتذكرة بحيث إنه يقدر يحسبها. مثال مثلا أنت صدرت تذكرة أو ريفند وما كتبت انترناشونال أو دومستيك، فالسيستم عشان يحسب الضريبة مثلا أو عشان يحسب العمولة الإضافية على التذكرة لازم يعرف هي انترناشونال أو دومستيك. فممكن السيستم بتطلع على الروت تبع التذكرة بشوفها إنه هي جوا مصر أو برا مصر، وبالتالي بغير الستات تبع التذكرة الانترناشونال أو دومستيك عشان يقدر يعمل بقية الحسابات تبع التذكرة. الورنينج بكون خلينا نحكي خطأ صغير بالتذكرة مش مأثر عليها كتير، لكن بيعطي السيستم زي فلاج او بعلم التذكره عشان يعرف الايجنت انه في عليها مشكله معينه، بس المشكله ما راح تاثر على حساب التذكره ولا على البلينك تبعها. اللي الريبورت اللي حيوصلك اسمه دي كيو بي اس فاليد اللي هو بي اس بي داتا فاليديشن او ايجنت داتا فاليديشن ريبورت. الريبورت رح يجي فيه كل جي دي اس انت عم تستخدمه، مثلا اماديوس، واتسبان، جاليليو، قديش عندك عليه ريجكتد او انرفضت ترانزاكشنز، قديش في موديفايد تعدلت، وقديش في عليه warnings. التفاصيل تبعت الريبورت تحتوي برضه حسب كل جي دي اس انت استخدمته، الليفل تبع السيفيريتي اللي هو مثلا الريجكت بيجوا تحت بعض، اذا في تذاكر انرفضت او ريفندز انرفضت بيجوا تحت بعض. بقول لك رقم التذكرة، وبقول لك شو سبب الرفض، يعني هون بقول لك الايرور او الخطأ الكود تبعه وشو السبب. يعني شوي التفاصيل هاي تكنيكال، بس الشخص اللي بصدر تيكت غالبا رح يفهم عليهم، لانه مثلا هون بقول لك انه total document amount differ from the TDAM، اللي هو انه انت عم تحط total document amount، عم بتحط قيمه للتذكره اعلى من القيمه اللي دفعها الباسنجر. اذا انت حطيت ترانزاكشن اماونت 100 ما بتقدر تحط انت قيمه التذكره 200 وترانزاكشن اماونت 100. اذا انت بتعمل تيكتنج رح تكون عارف نوعا ما هاي التفاصيل. الفائده بهذا الريبورت انه بتقدر انت تطلع كل بيريد على التذاكر، خلينا نحكي اهم شيء هم الريجكت والموديفاي، عشان تقدر تشوف اذا في شيء بدك تراجع فيه الايرلاين، في شيء بدك تراجع فيه الباسنجر تبعك، في شيء بدك ترجع تصدر الريفند، خلينا نحكي مره ثانيه عشان الايرلاين تقبله. فكل هاي الاشياء بتقدر انت تشوفها على الريبورت هاي. موديفاي احيانا مثلا انت دخلت تور كود غلط، عندك عموله اضافيه، بس السيستم قرر انه انت الكود اللي انت دخلته عشان العموله الاضافيه مش مظبوط لسبب او لاخر. فالسيستم رح اقول لك انه التور كود مش مظبوط، وبالتالي السيستم عمل تعديل على التذكره، التعديل اللي عمله السيستم هو عباره انه لغى الحسبه تبعت العموله الاضافيه، فانت بتشوف هاي المعلومه هون، ترجع او تحكي مع الايرلاين مثلا تستفسر منهم عن سبب انه ليش التور كود هذا غلط او ما انحسبت عليه العموله الاضافيه. ممكن الايرلاين يصدر لك ACM بهاي الاماونت، او ممكن انت تاخذ الاكشن اللي المفروض انت تاخذه على هاي التذكره. البيمنت كارد ريبورت، اذا الايجنسي تبعتك بتستخدم كريدت كارد فرح يوصلك ريبورت يومي فيه التفاصيل تبعت التذاكر اللي انت بعتهم باستخدام كريدت كارد، بالاضافه لتفاصيل الكريدت كاردز اللي انت استخدمتهم، واسماء الباسنجرز او اسماء الاونرز تبعون هذول الكريدت كاردز. اذا كان في اي مشكله على اي وحده من هذول الكريدت كاردز رح تشوفها وبتقدر تحكي او تحكي مع الباسنجر تبعك او الشخص اللي استخدمت الكريدت كارد تبعته عشان تقدر تصلح الموضوع. هذا شكل الريبورت اللي رح يوصلك، ما رح اركز عليه كثير لانه مش كثير ايجنتس بيستخدموا الكريدت كارد ريبورتس، بس هو عباره عن ريبورت بوصلك بكل ايرلاين انت استخدمت عليها او بعت عليها تذكره باستخدام الكريدت كارد، رقم التذكره، تاريخ اصدارها، ورقم البيمنت كارد، وتاريخ الانتهاء، ومعلومات كل معلومات البيمنت كارد انكلودينج الباسنجر نيم والتاكس والفاليو. المانجمنت انفورميشن ريبورتس، وضروري كثير احكي عن هدول الريبورتس لانه في بعض ايجنتس كانوا يوصلهم تقارير على شكل اكسل من السيستم القديم، او كانوا يستخدموا البي دي اف ريبورت يدخلوه على بروسيسنج سيستم ويحولوه لاكسل. الريبورتات الجديده تبعون البي دي اف كثير صعب تتحول لاكسل لانه الاستراكشر تبعها مختلف، وعم نستخدم الريبورت احنا افقيا وعموديا، فكتير صعب تحولها لاكسل. الريبورتات اللي كانت على شكل اكسل توصل من السيستم القديم مش موجوده هلا، فاذا كان يوصلك ريبورت على شكل اكسل ما راح يوصلك هلا. البديل لهدول الريبورتات في اشي عندنا اسمه ترانزاكشن ريبورت، هو ريبورت على شكل باسكي فورمات او تكست فورمات، تقدر انت تحوله لاكسل، تقدر تحوله لدخله على السيستم تبعك، تقدر تعمل فيه البروسيسنج اللي بدك اياه. في ثلاث انواع من هدول الريبورتات، بيسك الاساسي اللي هو ترانزاكشن ديتيل، الاكستندد اللي هو ترانزاكشن اكستندد، واللي احنا مسمينه ماكس ترانزاكشن ماكس. هلا هم الديتيل تبعه فيه معلومات اساسيه اللي هم الدوكيمنت ديتيل والتاكس ديتيل، معلومات المبيعات ومعلومات الضريبة. في الاكستندد فيه معلومات شوية زيادة، بالإضافة لمعلومات التذكرة والضريبة فيه معلومات الكريدت كارد ومعلومات التذاكر اللي هم ريليتد دوكيمنت، التذاكر اللي لهم علاقة أو الدوكيمنتس اللي لهم علاقة بالتذاكر اللي أنت صدرتهم. والماكس بالإضافة للمعلومات السابقة فيه كمان روتين انفورميشن، التذكرة مثلا من القاهرة لشرم الشيخ أو من القاهرة لمدريد، الروتينج انفورميشن بتكون موجودة بهذا الريبورت. معظم الايجنتس كانوا يستخدموا الريبورت الأساسي اللي هو ترانزاكشنال ديتيل. هلا إذا كنت أنت تستخدم ريبورت على شكل إكسل ومش عم بوصلك واحد من هدول الريبورتات، لازم وبدك ريبورت جديد، لازم تحكي مع الكاستمر سيرفيس عشان تطلب الترانزاكشنال ريبورت إذا بدك إياه. الريبورت هذا مش فري، مش ببلاش، الريبورت هذا تشارجبل، however تقدر تحكي مع الكاستمر سيرفيس او تشوف ويب سايت عشان تشوف البرايس ليست او قائمه الاسعار وتشوف شو الريبورت اللي بيناسبك اذا بيلزمك الريبورت. في ايجنت مكتفيين باستخدام البي دي اف ريبورت اللي هو الفاتوره تبعتهم، وفي ايجنتس بحبوا يستخدموا الاسكي او التكست فورمات ريبورتس عشان يقدروا يحسبوا مبيعات. هلا اذا ولا واحد من هدول الريبورتات بيقضي غرضك، بدك معلومات كمان زياده عن الريبورتات، تقدر تطلب من الكاستمر سيرفيس كمان يعطوك الهوت فايل. الهوت فايل اللي هو الماستر فايل اللي فيه كل معلومات المبيعات اللي عملتهم انت خلال الفتره، ممكن يكون على شكل يومي كل يوم او ممكن يكون على شكل فتره اخر الفتره يوصلك. الهوت فايل له ستراكشر معين حسب الدش، بده نوعا ما بروسيسنج معين، فمش سهل تعمل له بروسيسنج اذا ما كان عندك الريدر تبع او شيء يقرا الهوت. فغالبا معظم الايجنتس بحبوا يستخدموا الترانزاكشن ريبورتس عشان سهل يقراوهم، لكن اذا انت حابب معلومات اضافيه وزياده عن المبيعات تبعونك بتقدر تستخدم الهوت فايل اللي هو كمان تشارجبل اجين، وبتقدر تطلب من الكاستمر سيرفيس. زي ما حكينا قبل اجين، في لسه عندنا تريننج موديل موجود اونلاين، هاي اللينك تبعته توزعت كمان بعده كوميونيكيشنز من قبل. تقدر تفوت على التريننج موديل وتسمع التريننج على الريبورتس باللغه الانجليزيه. عشان تدخل على التريننج موديل بتفوت على اللينك، وفي يوزر نيم وباسورد اللي هم موجودين عندنا على السلايد. هلا راح اخلي السلايد 5 دقائق عشان اذا بدكم حدا ياخذ نوت اوف اليوزر نيم، لكن على كل الاحوال احنا البرزنتيشن كله احنا عمل له ابلود على البي اس بي لينك عشان نبعث لكل الايجنتس. بتقدر تشوف الريبورتات المهمه كلياتها موجود عليها تريننج مودلز باللغه الانجليزيه الاسبانيه والفرنسيه. وإذا عندك أسئلة إضافية على الريبورتس أو كيف تستخدمهم تقدر تبعت كويريز للكاستمر سيرفيس. موضوع إضافي بدنا نحكي عنه اللي هو البيلينج تبع الفترة الثانية من شهر 5 من 16 ل 30/5. صار عندنا مشكلة، الدي بي سي اكشلي صار عنده مشكلة او داتا بروسيسنج سنتر صار عندهم مشكلة بالبروسيسنج تبع البلينك تبع مصر للفترة الثانية من شهر 5، وانبعثت الريبورتات. بعض الريبورتات كانت فيها الحسبة تبعت الاماونتس مش مضبوطة، اللي هو اجانا بعض شكاوى من الايجنتس والايرلاينز انه السمري ريبورت مثلا الكميات فيه او القيم فيه مضاعفة. بدلنا احنا كل التقارير الموجوده كانت على البي اس بي لينك بتقارير فاضيه، يعني بتفوت هلا على البي اس بي لينك رح تلاقي انه الباكج فاضيه. صدرناه لينك جديد اليوم عم نراجع فيه بهذا الوقت وعشان نتاكد انه ما فيه نفس المشكله الاولانيه، ورح نحط البيلينج الجديد كمان مره ثانيه على البي اس بي لينك. هلا البيلينج الجديد رح يعمل اوفر رايت على البيلينج القديم على الباكج القديمه، فبتقدر انت بس يوصل بتقدر تفتحه وتشوف البيلينج الجديد المفروض يكون مظبوط. لحد ما البيلينج الجديد يطلع، البيلينج القديم عندكم على البي اس بي لينك الفولدر فاضي، يعني اذا بتفوت عليه هلا رح تلاقيه فاضي. اذا اوريدي انت نزلت البيلينج تبعك للفتره الاولى من شهر 5 بليز ديسكارد، ما تستخدمه واستخدم البيلينج الجديد اللي رح ينزل اليوم او بالكثير بكره الصبح حسب سرعه السيستم قديش بده وقت لينزل البيلينج الجديد على السيستم. بدي ارجع انا ايمان از بريزنت عشان تقدر تحكي اذا عندها اي مداخله. ايمان عم تقدري هلا تحكي؟ ايوه يا ربا سامعيني؟ سامعاكي. لا كله تمام لحد دلوقتي، يعني احنا وضحنا وقلنا انه لو في حد عنده اي حاجه يبعتها عن طريق البورتال ويكتب بوضوح انه ده ليه دعوه بالويبينار او الندوه بتاعه النهارده، عشان نعرف نرد عليهم بس، لكن غير كده لا كله تمام من ناحية دي. شكرا لكل الحضور، بتمنى ان شاء الله تكون انه الندوه مفيده واعطتكم معلومات عن الاي بي اس بي اس والريبورتنج. بنعتذر طبعا عن المشكله اللي صارت مع الدي بي سي تبعنا عشان البيلينج للفتره الثانيه من شهر 5. واذا في اي اسئله زي ما تفضلت ايمان بتقدر تحكوا مع الكاستمر سيرفيس وهم راح يجاوبوا مع اسئلتكم اياها. Thank you very much.